السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المتابعين مع حلقة جديدة من دردشة فوتوغرافية، ونكمل كلامنا على موضوع تصوير الطيور مع نقطة جديدة النهاردة، وهي نقل المشاهد إلى عالم الطيور. خليكم معنا. أهلا بكم مرة تانية. النهاردة هنتكلم على نقل المشاهد إلى عالم الطيور، وكيفية إحساس المشاهد بأن الصورة دي لطائر في بيئته الطبيعية، وإيه اللي بيتم في خلفيات الصورة أو ما وراء الكواليس عشان أحصل على الصورة دي. طبعا عشان أنقل المشاهد إلى عالم الطيور، إحنا عرفنا المرة اللي فاتت 8 عوامل رئيسية لإخراج الصورة. فمن ضمن العوامل دي تكلمنا على أني لازم يكون في حوار بيني وبين الطائر عشان أقدر من خلال الصورة دي أنقل جمال خلق الله كما خلق لمن لا يراه، اللي هو المشاهد أو المتابع. عشان أوصل للنقطة دي بعتمد على نقاط محددة. أول حاجة إن أنا أركز على الإضاءة بتاعتي على الطائر، واتكلمنا عنها. تاني حاجة بركز على التكوين والخلفية، واتكلمنا عنها. ثالث حاجة والأهم اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهي سلوك الطائر. لو طائر أرضي، يعني ما بيوقفش غير على الأرض، لازم يكون وضع التصوير بتاعي في مستوى الطائر، فبكده أنا بدي للمشاهد مستوى وجود الطائر، فبيبان الطائر بكل تفاصيل حياته، غير لما يكون واقف على الأرض وصوره من مكان مرتفع. الزاوية دي بتديني رؤية غير جيدة، ولما بكون على مستوى الطائر على اللي بيسميها اللو ليفل على الأرض، بتديني عزل جيد وبتديني خلفية معزولة جيدا وراه، وفي نفس الوقت بيبين لي ملامح وألوان جميلة في الخلفية، وبيبين ملامح الطائر نفسه. ثانيا، انت لما بتكون بنحط احنا بساط وبنمدد على الارض، والكاميرا بتاعتنا على كيس من الحبوب، احنا بنسميه البين باك، عشان تبقى ثابته مش على ترايبود ولا على شيء، وفي نفس الوقت نقدر نحرك الكاميرا بايدنا. طبعا في اغراض تانية مكلفه ممكن نستخدمها مكان البين باك، ولكن البين باك او كيس الحبوب ده شيء خفيف ورخيص، ونقدر نعمله في البيت من رجل بنطلون جينز قديم تتخيط وتعمل لها سوسته وتتعبى من جوه حب شمسي او فاصوليا او حاجه خفيفه، حبوب خفيفه. فديت الاستخدام البسيط. فبنحط الكاميرا عليها وبنكون في مستوى الطائر ارضي. وقلنا قبل كده ان لازم يكون في حوار ما بين عينك وعين الطائر، عينك اللي هي الكاميرا وعين الطائر. فبختار الموضع اللي يكون فيه الطائر مطلع على او باصص لمكاني، بحط نقطة الفوكس على عين الطائر، بختار الإضاءة المظبوطة، بحصل على صورة جيدة. كده أنا نقلت نفس المشهد للمشاهد، مشهد الطائر على الأرض للمشاهد. ولو كان الطائر على غصن نفس المكان، بناخد مكان مرتفع شوية، ممكن يكون قاعد في العربية بتاعتي أو قاعد في مكان وحاطط قدامي حاجة بداريني مثلا من القماش الملون او الكاموفلاج اللي احنا بنجيبه. طبعا انا عرفت ان في بلاد ممنوع فيها استخدام الكاموفلاج لانها امور خاصه بالجيش، احنا مش بنستخدمها، بس في بلاد مسموح بيها، زي مثلا عندنا في الكويت انا مسموح ان احنا نصور واحنا لابسين كاموفلاج او تمويه، في بلاد تانية لا يمكن. فانا بنستخدم اي شيء اقدر ان شاء الله زرع، يعني انا مجرد ان انا حتى احط شويه زرع والدارة وراهم، اقدر ان انا استخدم الزرع ده واحط الكاميرا بتاعتي مداريه واصور في مستوى الطائر. اهم حاجه نقطه الفوكس على عين الطائر. تاني حاجه عندي لازم يكون وضع الطائر جيد للتصوير، ما صورش الطائر من ظهره وهو طاير هربان مني او بيجري في مكان بعيد، الصوره بتكون مش كويسه. اجمل الاوضاع بقى للتصوير في وضع الصيد او الاكل او الاكشن او اللي بنسميها الخناقات على مجال الصيد او مساحه الصيد الخاصه بكل طائر. كل طائر بيبقى له نطاق محدد من المساحه للطعام، اي طائر تاني بيدخل على النطاق بتاعه بيحصل ما بينهم نزاعات، واحنا للاسف بننتظر النزاعات ديت عشان نصور الاكشن. طبعا هو سلوك للطائر، وبننقل السلوك الغريب ده للمشاهد من خلال الصور بتاعتنا، واحنا معتمدين على كل النقاط اللي اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت. غير كده عشان انقل
الأحداث كاملة لازم أكون متابع لسلوك الطائر جيدا ودرسه زي ما قلت قبل كده، تمام؟ عشان أطلع صورة جيدة للطائر في هذه الأوضاع بعتمد على إيه؟ بعتمد على القرب من الطائر. وإزاي أنا أقرب من الطائر؟ زي ما قلنا لازم أتخفى جيدا وأدرس مكان هبوط الطائر، هينزل هنا أو هينزل هنا أو هينزل هنا. أنا فاكر الطائر ده بيطير من الغصن ده يروح للغصن ده، دلوقتي هيطير، فأنا ببقى محدد نفسي ومجهز نفسي إن أنا إيه؟ هاخد اللقطة أثناء الطيران أو هاخد اللقطة أثناء الهبوط، أحط له غصن قريب بحيث إن يكون هبوطه مواجه ليا، بحيث إن أنا أخد الصورة فيس تو فيس. من ضمن الصور الجميلة اللي اتسألت عليها كتير، إزاي بتصور الطيور دايما وهي جاية عليك؟ الطيور لما بتطير يا جماعة بتعتمد على الهواء، فأنت تشوف اتجاه الرياح فين، وخلي دايما اتجاه الرياح وراك، يعني جاية للأمام. إذا الرياح جاية من وراك للأمام الطائر هيجي، فأنت دايما تعتمد على الموضوع ده. يبقى عندي اتجاه الإضاءة، وضع الطائر، إذا كان على الأرض بنزله على الأرض، إذا كان على غصن بكون في مستواه، إذا كان على شجرة بحاول أن أنا أقرب من المستوى بتاعه أو أخذ صورة من أسفل لأعلى بحيث أن تبين زي لقطة مرحة للطائر أو بتبين ملامح الطائر. عندي إيه تاني ممكن أستخدمه؟ عندي كيفية أن أنا أسجل كل شيء بخصوص الطائر ده. يعني مثلا مش أنا طالع التصوير النهاردة عشان أصور أرصد، في فرق بين الرصد والتصوير. يعني أنا مثلا لو طالع عشان أرصد عدد معين من الطيور، أوكي أي شيء بشوفه بصوره باخد صورة بس توثيقية لي وبرجع أكتب البيرد ليست اللي أنا خدتها في اليوم ده. إنما لو أنا طالع محدد في بالي، أنا طالع النهاردة أصور البيت كينج فيشر أو الرفراف الأبقى زي ما أنا عملت، أنا قعدت 3 سنين أدرسه عشان أخد منه لقطة كانت في خيالي والحمد لله ربنا أكرمني بيها واتنشرت في ناشونال جيوغرافيك. ده يمكن اكتر طين انا درسته او تابعته 3 سنين كاملين. فنفس الكلام انا طالع النهارده عشان اصور البلاشون الابيض، فمثلا زي عندنا في مصر بيطلعوا على طول القناطر، انا طالع النهارده اصور البلاشون الابيض الصغير في القناطر، بوجه نفسي لده بس، بدرس سلوكه، بركز مع مجموعه من الطيور واحط عيني عليها واقعد قريب منها وانتظر على يعني مستعد دايما ان دلوقتي هيحصل فيه نزاع، واعرف طريقتهم في ان هم هيبداوا النزاع ازاي. معروف ان البلاشونات لما تبدا النزاع بيبتدوا يرفعوا جناحاتهم ويرفعوا راسهم لفوق ويلفوا حوالين بعض، الفتره دي بتاخد من 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 10 دقائق لساعه كامله، بس بيخوفوا بعض، يرفع راسه ويلف حوالين التاني. لما يوصل النزاع لمرحله التشابك ابدا تصوير معاهم، ولازم يكون عندي كاميرا الفريم بير سكند او عدد اللقطات في الثانيه عالي، ما يقلش عن 8 9 10 فريم في الثانيه عشان اخد لقطات سريعه بطلع من وسط. وطبعا نقاط الفوكس مش عايز اقول لكم، دايما تخلي نقاط الفوكس بتاعتك كونتينوس، وتخلي الباك بوتن في الكاميرا او الزر الخلفي للفوكس ده اساسي مع التاني، الاثنين شغالين بس الخلفي لتثبيت الفوكس بحيث ان انا اخد على مجال محدد واثبت عليه وابتدي اتعامل مع الكونتينوس فوكس، كل نقاط الفوكس شغاله مش 3D. 3D النقاط بتتراوح في الكاميرات، لو انا شغال على الميرور ليس الجديد اللي انا اتكلمت عنه اللي هو الاي ديتكتنج او تتبع الاي بتاعت العين بتاعت الطائر ده، مش هحتاج للباك بوتن ولا هحتاج لاي شيء ما شاء الله يعني. انما لو انا على الكاميرات الدي اس ال ار القديمه بعمل باك بوتن وبعمل اول بوينتس وبعمل حاجه اسمها الكروس بوينت مع الباك بوتن وبعمل حاجه اسمها الاوتو فوكس كونتينوس اول بوينت، فكده اقدر احدد واخد الطير جوه الفوكس حتى لو كان طاير بسرعه، الباك بوتن واثبته هو طاير واخد له لقطات متعدده. طبعا بيصيب منهم من وسط مثلا 10 12 صوره بيصيب منهم 3 أو 2، انت استفدت بصورتين حلوين جدا وده كافي بالنسبه لنا. كده انا نقلت كل ما شاهدته مع من عالم الطيور الى المشاهد من خلال الصور اللي انا صورتها. صحيح انا تعبت جدا عشان اخد الصور دي وانتظرت بالساعات، وفي كتير ناس ما بتقدرش الموضوع ده، ان انت عشان تصور صورة طير ممكن تضيع يوم كامل. يعني مثلا من كمثال، عشان اصور مثلا البومة النسالية اكتر من 10 ايام بروح لمكان 300 كيلو في الصحراء لوحدي واقعد وانتظر، وعشان ما ازعجهاش وهي كانت عامله عش فلازم اتابع من بعيد جدا ما لا يقل عن 15 متر عنها، لان لو قربت في حدود ال5 متر بتهاجمك
لان هي خايفه طبعا على العش وعلى الفراخ الصغيره. فدي من ضمن الحاجات اللي انا لازم انقلها، وبوثق العش من بعيد بالزوم اللي معايا على قدر الامكان كتوثيق، اعرف عدد الفروخ كام، لان في طيور من النوادر ان انت لما توثق العش وتعرف عدد الفروخ وتتواصل مع جمعيات حماية البيئة الخاصة بالبلد عشان تعمل تحجيل للطائر ده، وده اللي هيتم في الفترة الجاية إن شاء الله للطيور اللي احنا متابعينها، ان احنا بنعملها تحجيل بأرقام عشان نتتبعها. وفي طيور بتركب عليها أجهزة جي بي اس، زي بعض الفرق التطوعية هنا في الكويت ركبت على العقاب المنقط الكبير أو العقاب السعفاء أو الأرقط، ركبوا عليه جهاز تتبع جي بي اس وعرفوا أنه راح لغاية كازاخستان وشمال روسيا ورجع تاني للكويت، سبحان الله في سنة واحدة هجرة واحدة أزيد من 6000 كيلومتر. فده من الحاجات اللي احنا بنعرفها وبندرسها وبنتعلمها من الطيور، وبتنقلنا من عالم الواقع الجامد اللي احنا عايشين فيه إلى عالم تاني من خلق الله الجميل. احنا اتكلمنا دلوقتي على نقل المشاهد إلى عالم الطيور، وركزنا عليه في نقطة من وسط النقاط عايز أتكلم عليها سريعا، وهي كل شيء في العين. حوار العين مهم جدا، والنقطة دي اللي احنا هنناقشها في الحلقة الجاية مع بعض إن شاء الله، إن احنا إزاي نخلي في حوار بين العين وبين المشاهد، عين الطائر طبعا وبين المشاهد، وإزاي أنقل الحوار ده، وإزاي أنقل جمال خلق عيون الطيور، وكل طائر له عين وله طريقة وله أشكال مختلفة بالنظر إلى لمن حوله. وأكتر حاجة الطير بيفهمها هي لغة العيون، هنتكلم عنها الحلقة الجاية. وآخر كلامنا دائما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.